Hello and welcome everyone. We are still continuing in our SPE e-learning series. And also today our guest is Dr. Hisham Ali Al-Badula. He is ambassador, SPE ambassador lecturer and postdoctorate researcher in Center of Petroleum Studies in State University of Campinas, UNICEMB in Sao Paulo, Brazil. He experienced in oil and gas field development planning, reservoir simulation, reservoir management, and improved oil recovery and enhanced oil recovery, as well as lecturer, instructor, and researcher. He involved also in many improved oil recovery and enhanced oil recovery projects, published many journals and conference papers, also reviewer for Elsevier in Society of Petroleum Engineers, and IEOM organization. Before we starting our webinar, please pay attention for the old people who joining us in watching this webinar. After the questions will be asked and discussed after the presentation. Also, please turn over your video because to avoid the disturbing and distraction. Welcome, Mr. Hisham, and hello, everyone. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulullah al-Ma'in. هاي البرزنتيشن حيكون ان شاء الله حول عمود بالعربي عشان بس مع بعض المصطلحات ان كيس انه في اي زول يعني ما بيفهم عربي ممكن هو يسال ان شاء الله بقدر اقلب انجلش شوية ان شاء الله. البرزنتيشن حيكون overview and status of EOR applications very wide in Sudan. البرزنتيشن ده هو حيكون ان شاء الله عن يعني لانه الاودينس او الاتندس ممكن يكون طلاب او بروفيشنال حيكون ميكس من البيزكس من البيزكس وبين الادفانس. الاوتلاين هي اتكلم عن EOR overview سكريبت هيكون الـ EOR Film Applications والـ Status of Current EOR Worldwide والـ Status of EOR in Sudan مع حطوش دي شوية من الـ List of Current EOR Projects Sudan Some Evaluation and Killings وبرضو حتكون في Estimation للـ Contribution of EOR Projects Production in Sudan والـ Potential Estimated EOR Projects in Sudan Finally حيكون في Conclusion إن شاء الله. كأوفرفيو كإنترودكشن بالنسبة للإيوار لازم نتكلم عن الريكفري ميكانيزم ففي 3 types of recovery mechanism primary, secondary, tertiary primary هي ممكن تكون as natural flow أو في artificial leaks ونحن في primary ممكن نقدر نستخدم recovery factor up to 30% secondary recovery دي هي تكون السكن الكوري ميكانيزم لما يكون عندنا دروب في البريجر في الحالة دي ما اللي نحن نحتاج للبريجر مينتنس البريجر مينتنس ممكن يكون بوتر انجكشن غاز انجكشن وفي السكندري ريكفري ممكن ننتج من 30 إلى 50% ريكفري فاكتور وفاينلي تجي التيرشري ريكفري أو الـ EOR في الـ EOR في عدة تقسيمات بالنسبة للـ EOR من جبنا مثلا يكون في السيرمن غاز اندكشن كيميكال اذرز سيرمن زي الاس بي هوت ووتر سي اس اس ان فولينج الغاز اندكشن ممكن يكون زي سي او 2 هيدرو كربون هيدروجين اند سو اون الكيميكال زي البرايس فاكتور بوليمرز الانهاس ريكفري هي عندها عده تعريفات يعني انا اخترت منها ثلاثه تعريفات كثير جدا واحد من التعريفات هي شو اليوز تو مبارايز الريزيدوال اويل اللي طالع من الريزيدوال اويل واللي يشفي المينو as much as possible at the end of primary and secondary recovery يعني الاي او ار بتكون بعد المرحله بتاعت البرايمري ريكفري سكندري ريكفري وبتكون تارجتنج مينلي للريزيدوال اويل وده هنا بتاكد في التعريف الثاني اللي هي الاي او ار تارجتنج للمينو اويل which cannot be produced by primary oil. والتعريف الأخير اللي هو إنه EOR هي عدة نشاطات تتم في المزروعات والكريز والكريز.
زي ما قلت لك في تعاريف كتير جدا بالنسبه للاي او ار، دي بعض منها يعني. واحده من الحاجات المهمه اللي هي الميكانيزم بتاع الاي او ار ميثودز، مثلا لما نجي للكيميكال اي او ار ميثودز، سواء كان النوع بتاعه هو سيرفاكتن او الكلاين، في حاله السيرفاكتن بيكون التارجت بيكون في الاوتوميتيزيشن او الريدكشن الافيشن تنشن، في حاله البوليمر بيكون ميل الميكانيزم تارجتنج بيكيز الووتر اسبيشن ده بيدينا الامبروف للسيو افيشنسي از ويل. في حاله استخدام الالكلاين هي غير بيكون الهدف الاساسي بتاعه انه جنريت سيتو سيرفاكتن ان اوردر تو ريديوز الاي اف تي. في حاله استخدام الثيرمال ميثود زي الستيم فلودنج والسي اس اس او الوتر انسيتو او الداون فول هيترز، المين تارجت بالنسبه للثيرمال يور ميثود ريديوز الاويل فيسكوسيتي واكوردنج ليه هيحصل امبروف للاويل موبيليتي. ان كيس ان احنا مستخدمين الميسيبل جاز انجكشن سواء كان بي سي او 2 ناتشورال جاز هيدروكربون نيتروجين اند سو اون، هنكون التارجتنج فانكشن او الميكانيزم اللي هي ديفيوجن اكستراكشن فيجر مينتنس اويل فيسكوس ريدكشن سويلينج اور ممكن يكون كومبينيشن بين اول اوف. في حاله استخدام الميكروبيال المين تارجت ميكانيزم بيكون تو جنريت الباي وليمر والباي سبتاكتن، وبالتالي بيكون في وتبين الهيدريشن وكون في عايش في ريدكشن. ممكن في استخدام اللو سانيتي ووتر انجكشن، في الحاله دي بيكون الفانكشن ان احنا يكون في شيب رايتنج وتبين الهيدريشن اي اف تي ريدكشن ووتر سبينسي انجكشن. ممكن ان احنا نستخدم السمارت ووتر انجكشن، في حاله دي الميكانيزم بيكون الفيتيبيليتي موديفيكيشن في البريسنس اوف اي اف هاي ريدكشن. طيب دارسلو والإيوار زي ما عارفين دارسلو هو معانا في كل البروسيس بتاعت الخطوات برودكشن في الفلوس والبروسيدين. هنا برضو في الإيوار في دارسلو هو حيكون موجود، والوجود ده حيكون خلال المكونات بتاعت المعادلة السلف. في شكلين بالنسبة لدارسلو اللي هو ممكن هي الام والام ممكن بكير يو ال او ممكن تكون بالروجي اللي هي الدنسيتي. فا ان كيس ان احنا تارجتنج للدفرنشال بريشر، في حاله زي اللي احنا بنتكلم عن يكون في البريشر مينتنس او السويت افشنسي، ان كيس انه يكون في تارجتنج للفيسكوس اويل بيكون في ريدكشن للفيسكوس اويل، في الحاله دي احنا بنتكلم عن الثيرمال اي او ار، ويكون في ريدكشن في الفيسكوس على الاويل معناته في الاويل فلو. Relative permeability بالنسبة للأويل معناها إحنا نتكلم عن الـ IHT reduction، وهنا في الحالة دي نتكلم عن الدسة بتاعة الثيرمال كيميكال دي أوار. In case إن إحنا نتكلم عن الدنسيتي بتاعة الأويل، في الحالة دي نتكلم عن الدسة بتاعة الـ visible gas reduction، ولما المعادلة دي ممكن تكون برضه في الووتر في حالة إن يحصل increase للـ water viscosity، هنا في الحالة زي دي نتكلم عن الـ polymer كيميكال دي أوار. ففي علاقة دايركت بين دارسلو والـ EOR. برضه في حاله الريكفري ميكانيزم، الريكفري ميكانيزم هي مينلي عباره عن مالتيبلاي اوف ديفرنت ريكفري ميكانيزم. الريكفري فاكتور هو مالتيبلاي للميكروبيال ديسبيسمنت افشنسي، مالتيبلاي للميكروسكوبيك سكيل افشنسي، مالتيبلاي للكونكتد فوليوم فاكتور، مالتيبلاي للايكونوميك افشنسي فاكتورز، عباره عن كومبينيشن من اول اوف ذيس افشنسي فاكتورز. طيب الاي او ار هي ممكن تنفيذها بيكون يعني باختلاف الفيلد باختلاف الريزرفوار. في الاول لازم نعرف ان احنا في اوفشور فيلد ولا اونشور فيلد، برضه بيز على الريزرفوار تايب، هل هو كونفشنال ريزرفوار ولا ان كونفشنال ريزرفوار. فهنا الاختيار بيكون التنفيذ الطريقه في كونسيدريشنز كثيره، فاكتورز في كونسيدرينج كيس ان احنا في اونشور او اوفشور او في كونفشنال او ان. واحدة من النقاط المهمة جدا اللي هي conventional وال unconventional يعني علاقتها بالـ EOR. في حالة الـ conventional احنا مين نتكلم عن انه يكون في sand store reservoir fraction limestone او fraction limestone. في الحالة معروف ان حالة الـ conventional reservoir الـ production بيكون easy يعني ممكن يكون داخل بـ vertical beam. في الحالة دي الـ EOR ذاته بيكون تنفيذه هو مع complicated ما زي لما يكون في الـ unconventional، يكون في حالة إنه في low permeability بيبقى الموضوع يكون هي أنظر constraint بالنسبة للـ EOR implementation،
واحده مثلا كامثله بالنسبه للانكونفشنال روبايت ممكن شير اويل جاز يكون في تايد ساندز في السي بي دي اللي هي كولبن ساند تايد ساند او مثلا فعشان تريديوز من الانكونفشنال محتاجين يعني لازم يكون في ستيموليشن لازم يكون في فراكشن حتى العلاج يكون برضه محتاج فما بالك لما يكون في اي واو بالتالي الـ EOR في الكونفشنال هو سمول جدا من الـ EOR في الكونفشنال. طيب ليه نحن بنحتاج الـ EOR لا ولازم نفكر فيها يعني في الآن يعني في early stage بالنسبة لـ EOR لأنه الـ design والimplementation بالنسبة لـ EOR takes a lot of time وحتى بعد التنفيذ after implementation الـ progression response بياخذ زمن يعني عشان تعمل injector للـ producer sometimes take like couple of months, 6 months, ممكن يكون years. والستاندر اللي موجودة في template SPE ال EOR template ممكن يأخذ معك زمن كتير جدا ويبدأ مثلا من field selection ممكن يأخذ سنة process of selection another like 1.5 years during the study you're learning parameter by testing implementation لحد ما حصل the response وتأكد إن فعلا في response من ال EOR ده ممكن تأخذ معك 10 سنين هذه هي long term project الـ EOR ولازم الناس تكون بيزر يعني بالنسبة للنتائج يعني تصور عشان تحصل على تأكد من الـ EOR فعلا هي successful or fair الـ steps to successful EOR projects should be followed يعني لازم يكون أول حاجة يكون في screen to select the best EOR method to screen ده يكون technically وممكن يكون دي commercially بعد ذلك نمشي لـ يكون في لابوريتوري ستدي تحدد التايب والتيم التايب والايوار مثل اكزاكت ممكن تيمز يعني منازله مع الحقل ده بعد ذاك نمشي للبايد اوف ديزايننج يكون في اوفر ريسيرش اوفر سيموليشن شود بي بان لحد ما اتاكد انه الاوبتيمال انجكشن بارامترز بالنسبه للكيس بتاعنا ده او المشهد فيه حتى بعد ذاك نمشي للامبلمنتيشن بعد الامبلمنتيشن بيكون في ايفالويشن للبايد بعد ما يكون البايلوت هو نجح حتى نمشي للفول فيمن ستيج ستدي بعد نمشي للامبلمنتيشن بالنسبه للفول فدي از جنرال البيست ستيب بالنسبه للـ EOR projects النقطه الثانيه هنتكلم عنها انه الـ EOR field application في يعني عشان يتم تطبيق الـ EOR في critical parameters يعني بالنسبه للتطبيقات لازم تحطها في الاعتبار عشان يتم اختيار الـ EOR مناسبة بالنسبة لكل حالة تتمكن من الفايروس gravity, viscosity, composition, saturation, allergy, sickness, permeability, design, vibration من خلال الفايروس دي نقدر نحدد يعني تمشد المناسبة مع الفيلم ده سواء كان هل النيتريكي بيسيبول CO2 بوليمر ستيب and so on ففي factors affect direct affect the EOR selection لازم يعني اي حقل الاويل جرافيتي الديزاين تاعك كم البسط حق اللي كم الزرقاء ديرش كم كمبريشر حق اللي كم بروسيتي بيراميد فورميشن تايم بعد الفاكتورز دي نقدر نحدد الميزد المناسبة مع الفيلد ال اي او فيلد ابليكيشنز تم تنفيذها يعني من بدري جدا يعني فبنلقى انه التوتال برودكشن وصل ل 600,000 الى 700,000 فيلد بير دي ومواصفه كم من السيما الـ EOR بعد ذلك من الجاز EOR بعد ذلك من الكيميكال دي حسب دراسة بتاعة توماس 2008 من 96 لحد 2006 هنلاقي انه مثلا التوزيع بتاع الـ EOR حتى الوكب ذاك اللي معظمه في الـ USA بحوالي 30% بعد ذلك المكسيك 22-16% في فنزويلا كندا 14% الإندونيسيا 10% الصين 7% والأظهر لحد الوكب ده طيب الستيل الـ EOR هي موجودة في عدة ستيلز يعني من ناحية ماتيريتي لسه يعني في بعض الميثودز اوريدي هاز بين كوميرشلايز يعني مرت بكل المراحل بتاعت الفايل الـ EOR دي والفايل وبيجا فيها في المرحلة بتاعت الفول فيلد ستيج يعني مثلا عندنا الستيل انجكشن والريجاز انجكشن والسايكتي والفايل دي اوريدي كوميرشلايز لكن السمارت فول ووتر فلودنج ستيل في المرحلة بتاعت الفايلنج كان برضه نضيف لها نعمل كبيريستيك المرحلة بتاعت البايلوس ريسنتلي في المرحلة بتاعت الريسيرش اند ديفلوبمنت الهاي بيرز فاكتور الفود ودي الاتش باير ونوع من انواع البوليمرز سيرفيس انفورميشن ستيل في المرحلة بتاعت الريسيرش اند ديفلوبمنت لسه ما وصلت المرحلة بتاعت الكوميرشال فول فيلد
وستيل المايكروبا تعتبر من الريسك في ومشت حتى حسب الدراسه. طيب as general انه الكرنت اي او ار تشالنجز ان ذا كونشن هي الابلكيشن الثاني تكنولوجي في الحياه الحديثه حاليا في الريسيرش اند ديفلوبمنت في الفور بتاع الفيلد ريموتيشن تعتبر واحده من التشالنجز. برضه زي الابلكيشن لبعض الكيميكالز هي ممكن تعتبر اكسبنسيف او تحتاج ستيل تعتبر كلمه ممكن تكون استخدام ولا لا، انه ممكن برضه ممكن صعب كيميكال ممكن تعمل فورميشن ديني. برضه ممكن نعتبر ان الهي بي اويل كريتيكال ديس مثلا 1500 1600 متر تعتبر ستيل كريتيكال ديس بالنسبه للهي بي اويل بالنسبه لاستخدام الثيرمال اي او ار. برضه وجود الهاي ووتر كابس المتروس تعتبر هي كيلينج انت عايز تستخدم اي او ار ستيل عندك هاي ووتر وصلت لمرحله هاي ووتر كابس 80% 90% تعتبر هي كابس. برضه يبقى في ليميت في ابلكيشن لسم ميثود فاكتور مايكروبيال فورم انستيتيو ستيل هي ما هي تعتبر كيلينج الناس تمشي للمرحله بتاعت السوشيال ابلكيشن. برضه هي ممكن تكون في بعض الكيلينج بيز على فيلد تايب سواء كان اونشور في اونشور اللي هي ممكن نقول اوردرز تعتبر كيلينج التعامل معها واللوكيشن بتاعها الكومينجلز وين عندنا احنا ننتج من كم بيرز والريزرفانت الاندرستاندنج ستيل تعتبر واحده من الكيلينج سواء كان بالنسبه للاوشور او بالنسبه للاونشور هي يعني تحتاج دي ستوريز. يعني بالنسبه للاوشور ممكن اضافه اللارج ويل سبيسنج اللي معروفه الاوشور واللوجيستيك لانه هنا يكون صعب جدا الموفمنت والترانسبورتيشن بالنسبه للكيميكال هي واحده من الكيرنت ترندز. الريسنت ترندز في الريسيرش او الديفلوبمنت بالنسبه للاي او ار هي حاليا الناس تعتبر من الريسنت ترندز اللي تحتاج في وقت نيو تريلي نيو كيميكالز في يعني في بعض الريسيرش سنترز عندها نويتا وكيميكالز لكن ستيل بتحتاج نيو تريلز. وبرضه الديفلوبمنت للكرنت يعني حاليا في سم كم كيميكال اللي هو الناس اللي هي طفره تحتاج هي امبروفمنت ديفلوبمنت برضه تعتبر في الترند بالنسبه للريسيرش اند ديفلوبمنت في الاي او ار. والثيرمال ستابيليتي للاي او ار تعتبر كونديشن تعتبر يعني الكيميكال اي او ار يعني حسب الريسنت ريسيرش او الابلكيشن ممكن يتم تطبيقه في درجه حراره up to 90 degrees centigrade يعني لحد 90 درجه فاكثر من كده ستيل فيها محتاج مور ريسيرش اند ديفلوبمنت. برضه واحده من الكرات الترينس يكون في بير من الدوربول مانيكال سايكوبتكس بالبريجر والتمبريشر والمد التواصل كل هي موجوده داخل البيرد وتعطي ستيل في مرحله ريسيرش اند ديفلوبمنت. مايكروبيال السمارت كيسز الديليو وفلوكيس خاصه في الاوفشورز والديتيل والنورمال ديسكريبشن والنورمال سوبريشن في الحقول المعقدة زي الفاكشر والبيسول والشير اويل والشير غاز ستيل هي دي تحتاج في يعني a lot of research في حتى الريزرفوار ديسكريبشن. واخر حاجه بقى في التريننج يكون في داون وول ستيل جنريشن بدل السيرفيس ستيل جنريشن. طيب حنمر سريع بالنسبه للكرنت ستيتس اوف اي او ار ويلد وايد هنلاقي انه الجلوبال اي او ار بروجكت ستيتس تم يعني في دراسه عملت من 2010 هنلاقي انه الثيرمال اي او ار هي اكثر حاجه ب 131 بروجكتس بعد ذاك الفيسبل جاز انجكشن ب 113 بروجكتس بعد ذاك الانفيسبل وبعد ذاك الكيميكال اند سو اون. نلاحظ ان في زياده لحد 2014 بالنسبه للاي او ار ميثودز في التيم بتاع الاي او ار ميثودز. طيب كبيرسنتي دي دراسه لو حديث انه 42% هي من الاي او ار بروجكتس هي الثيرمال ستيم انجكشن و 4% هم سيلي كومباكشن و 2% هوت ووتر. فالتوتال بالنسبه للثيرمال اي او ار ميثودز ممكن حوالي 50% 35% ميسبل جاز انجكشن 6% ميسبل جاز انجكشن و 8% كيميكال بوليمر و 3% كيميكال اير اس بي ار كلاينس. طيب الاي او ار في الكنتري في السنتري في الكنتري هنلاقي انه التوب بالنسبه للاي او ار هو في اليو اس اي حوالي 30% بعد ذلك بتيجي تشاينا بنسبه 26% هي دي الدراسه الحديثه اتعملت.
بعدك بتجي فنزويلا، كندا، اندونيسيا، بعدك العربية. دي في 2010. هنلاقي انه في 2014 هنلاقي انه اليو اس اي وتشاينا اولموست زي بعض، و contribution بالنسبة للأزر زي اندونيسيا، فنزويلا وكندا بقى انه اولموست سيم. خشة روسيا برضه ليست في الحتة بتاعت الـ EOR ليست تقوى يعني في 2014. طيب الـ EOR بالفورميشن هنلاقي انه الساند ستون هو أكثر الحقول المطبقة فيها الـ EOR ميثودز، وداخل الساند ستون السيرمال EOR ميثود في أعلى حاجة بعد ذلك الكيميكال بعد ذلك الجاز انجكشن. في الكربونات الجاز انجكشن هي الأعلى بعد ذلك الكيميكال وبعد ذلك حاجة السيرمال وبعد ذلك الأزر فيه. فهنلاقي انه الساند ستون يمثل 78% من الـ EOR ميثود طبقة في الساند ستون فورميشن، بعد ذلك تغطية الكربونات والأزرس 4%، والنقطة دي عمل على الأقل حوالي 1507 وين الـ EOR كويس. طيب كبرودكشن ريتس يعني الـ EOR ابلكيشن وصل لحد اولموست 2 مليون بريد بالدي لحوالي قبل لأكثر من 100 EOR بروجيكت بالنسبة للسيرفر دولارز. بالنسبة للكيميكال والهيدروكربون والسي او 2 اولموست حوالي 350,000 مليون بريد. الكونتريبيوشن بتاع في الـ EOR جنرال الكيميكال ب about 5 بروجيكت، والهيدروكربون 25 بروجيكت، والسي او 2 100 بروجيكت، والأزرس حوالي يمكن يكون 100,000 برميل في اليوم. ده بريك داون للتفصيل لكل مسج بالنام في EOR، سواء كان سيرمر او كيميكال او غاز، بالتفصيل لكل طيب، والعلاقة بين الـ implementation of EOR مسج مع الـ oil price. هنلاقي لانه من 1986 اللي كانت التوب بتاعت النمبر EOR projects اكتف، يعني اكثر من 500 EOR projects. بعد ذلك حصل لها دروب داون لما الـ oil price حصل له زيادة، يعني الشركات والكنتريز رجعت تطبق الـ EOR ميثودز ثاني. هنلاقي انه اكثر حاجة هي السير من الـ EOR ميثودز هي المطبقة، وفي علاقة كبيرة بين الفاتيك بين الـ price والـ EOR implementation، لكن الـ EOR هي is most favored. طيب هناخد example لـ some countries مثلا في الصين. هنلاقي انه في 2016 الـ active EOR projects 249 projects، فيها 218 chemical، فيهم 160 polymer projects، وفيهم حوالي 8 thermal EOR projects. لكن يعني مما بدل الـ EOR projects لحد 2016 total 357 EOR projects including 27 thermal as general و 20 as في steam injection. ككيميكال 239 projects. هنا بالنسبة لحتى 2016 الـ EOR يعني بيمثل الكيميكال بيمثل حوالي 54.6% من الـ contribution بتاع الـ في الصين. بيجي بعدها بعد ذلك الـ SPE injection حوالي 3.7%، والأزر زي الكومبكشن برضه يمثل حوالي 1%، والأزر 2.8%. ففي a lot of projects in China. فواحد من الأمثلة المشهورة اللي هو الدات 2.5 اللي هو الكيميكال EOR، يعني مطبق بدأ من سنة 1972 الفارس بايلوت لحد ما وصل مرحلة بتاعت الاستير في 1991. بعد ذلك في الفول سيمنتيشن 1996 حقيقة الكونتريبيوشن بتاعه هو في زيادة في وصل 2015 2016. واحدة من النقاط المهمة انه الـ EOR هي تاخد زمن كتير جدا لإدارة الناس يعني تصبر عليها وتدرسها. فمثلا الفيريس بايلوت كان بالسنجل ويل في 1994 لحد ما وصل للارج فيلد تيست اخذ 6 سنين لحد 2000. بعد ذاك اللارج سكيل فيلد بعد 7 سنين حتى وصل للمرحله بتاعت الاندستريال ابلكيشن في تيست 2007، ده زاد واخذ 7 سنين حتى وصل للمرحله بتاعت يعني الفول فيلد ابلكيشن حتى 2000 في 2014. يعني هنا البيك بتاع الجيم بتاعه وصل في 2014 15 دي هنا يعني اخذ زمن كتير جدا اولموست 20 سنه لحد ما وصل للفول جيم بتاعه.
الايور بروجيكت في الميدل ايست كده يعني في السيرم الايور بروجيكت اتعملت في السودان وفي مصر وفي الكويت وفي عمان من اكثر الدول اللي تطبق فيها الايور في الميدل ايست. الجاز اندكشن اتعمل في عمان في الامارات وفي تركيا والبوليمر برضه مطبق في عمان. فعمان تعتبر من اكثر الدول اللي تطبق الايور في الميدل ايست ومواصلات. وفي عمان الكونتريبيوشن بتاع الاي او ار اي او ار بالنسبه للفيديو من ناحيه الريكفري ميكانيزم حلقت انه 52% من الكونتريبيوشن في البرودكشن في 2019 كان من السكندري ريكفري، 37% من البرايم ريكفري، والاي او ار تمثل 11% من الانتاج بتاع الفيديو في عمان في 2019. حسب الدراسات متوقع انه الاي او ار تمثل 23% في حد 2025 من الكونتريبيوشن بتاع الاي او ار برودكشن بالنسبه للفيديو هو عمان. مثلا انظر اكزامبل في ايران هنلاقي انه الاي او ار في اوت اوف بروجكت خزمين امبلمنتد في ايران 62% من الاي او ار بروجكتس في ايران هي جايه من السي او 2 ميسبل سي او 2 في حوالي 40 بروجكت. بعد ذلك السي او 2 يعني ميسبل 8% من الستيم انجكشن 8 بروجكت من ستيم انجكشن على 12% و 8% من الحجم الكربون. انظر اكزامبل دي ليست للكيميكال دي اور ميثود دراسه حديثه في 2019 هناك بالنيم بالبريك داون يعني الدول المشهوره بالنسبه للكيميكال دي اور بروجكت اللي هي في اليو اس اي حوالي 8 يو اور بروجكت كندا تشاينا اندونيسيا جرمانيا ارجنتين استراليا روسيا انا عمان. هنلاقي من الفورميشن هي معظمها ساند ستور وغروار وفي بعض الكارتات وغروار والانكريمنت وصل لحوالي مثلا في كندا وصل لحوالي 66.7 يعني بعد الانكريمنت بالنسبه للاوفر كفري. وهنا في بالنسبه للصين وصل ل 19 ل 28% من الاوهيد وفي بعض في لاتين اويل. طيب بالنسبه للبريك داون سام اكزامبل بالنسبه للسيرما دي او ار ميثودز هنلاقي انه اتطبقت في اثنين في رومانيا وفي كندا وفي اليو اس اي هي يعني سيتي كوميشن هي الاير از انجكتد تو ذا وور باي دراي بروسيس ويت ويز ووتر ويت بروسيس. وبالنسبه للسي اس اس ستيم انجكشن سواء كان سايكل ستيم ستوريجن او ستيم فولينج اللي عمل في البرازيل في فنزويلا يو اس اي اندونيسيا السويد ترينداد عمان تشاينا توباغو كندا والساك دي اكثر الدول المشهوره بالساك دي اللي هي الصين هي كندا وفنزويلا. دي هنا بريك داون بالنسبه للدول في الدراسه الحديثه في 2019 اللي عملت حقيقه انه عمان في الكويت في ارجنتين في الصين اكثر الدول اللي طبق فيها سيرمال اندونيسيا تركيا. بعد ذلك هنلاقي انه معظم الحقول فيها هي السي اس اس الحديث المطبق هي السي اس اس بعد ذلك الستيم فلودنج. الفوركاست حسب دراسه عملت في الفوركاست اللي هو بروجكتس يعني الكونتربيوشن بتاع اليو ار بروجكتس للكنتري يعني في اليو اس اي الكرنت كونتربيوشن في 2015 بتحاول بتمثل حوالي 1.6 مليون بريد بالدي دي بي او بروجكتس ومتوقع لحد 2035 تصل ل 2 مليون بريد بالدي. السعودية العربية حتى 2015 ما في أي EOR projects تستخدم primary secondary recovery mechanism لكن متوقع في 2035 الإنتاج من EOR projects يصل إلى 1.2 مليون بريد وهكذا الصين الكويت and so on. طيب بعد ذلك نمشي في السودان. EOR status في السودان هنلقى إنه أول حاجة لازم نعرف الزيف حسب في الكونتري هنلقى في الطب كونتري من ناحية الزيف في فنزويلا ب 200 مليون والسعودية 266 مليون بعدها بتجي إيران العراق كندا. الحاجة المهمة إنه الحاجة الموجودة في الشيء الموجودة في الريف الإسبوعي في 5 بليون أوف بليون
فالحاجة المؤكدة والموجودة في الديفنس اللي هي في السودان فيه 5 بليون بريل. طيب وحنلاحظ انه في هو اكثر من دول كثير جدا. الحاجة الثانية المهمة في انه ليه نحن بنحتاج الـ EOR وبالذات ليه الـ EOR حسب الدراسة بتاعت توماس في 2008 انه في حالة ان انت عندك وايد كويل انت تقدر تطلع 25% من البرايمري ريكفري 30% بالسكندري ريكفري و 5 ستيل في 45% هي بتكون قاعده بالنسبه للـ EOR ستيل تقدر تقنعها بها الحاجتين دول. لكن لما يكون عندك هيفي اويل الهيفي اويل 90% من الاويل بتاعك مقارنه بالـ EOR فقط تقدر تطلع حوالي 10% من البرايمري ستيل. فبالتالي هنا الـ EOR هو مهم جدا يعني معروف انه معظم الاعتبار السودانيه هي بتاعت التقليدي. اما اذا كان عندك كاسان زي في كندا ما تقدر تطلع حاليا لسه ما تنزل الـ EOR. طيب كليست بالنسبة لـ EOR Projects سبيل انه حنقدر انه في السودان في الحياة اللي تعملت حتى الآن في CSS في Municipal Gas Injection في Chemical تطبق بالنسبة لـ Jumbook في Chemical تطبق اسمه CMAR Design Multi Function في CSS تطبق في حلبة العنوبة سون في Pilot Chemical EOR في كريتر هيجلي في مرحلة ريسيرش لحد ما وصل مرحلة إمبليمنتيشن في أزر كيميكالز للإنزيم والمالتيفانكشن تطبق في بعض الأبوريكال في كريتر. بالنسبة للبيترنرجي في الكيميكال مالتيفانكشن والتطبق في جي إم وفي بيترنرجي في إف إن إي تطبق سي إس إس والستيم كولينج في جيك في الغاز والنيتروجين إنديكشن وفي فلورسنتر سي إس إس. طيب البروجيكت بيرفيسس يعني البروجيكت دي هي موجوده في المرحله اللي حنلحقها. الـ EOR Projects في المرحله بتاعت الريسيرش امبروفمنت هي في تطور في توم والديفيول جوا الكيميكال EOR في ميجلي كان في 2010 اللي عمل لابوريتري ستدي واللي عمل فيها سكريننج لكن ما وصلنا حتى التركيز. نفس بالنسبه للواجم كبوليمر اللي عمل في 2018 2019 وهو جاهز خلص مرحله الريسيرش اند ديفلوبمنت استخدمت مرحله البايلوت. الاوريدي كان في مرحله البايلوت اللي هي السي اس اس الجنرال السي اس اس في الجن في نيكول سنتر الجن انديكشن في ساوث نجمه كيميكال اي او ار ستيل تعتبر في المرحله بتاعت البايلوتنج لسه ما وصل مرحله بتاعت التنفيذ سواء كان انزيم ملتي فانكشن او ملتي فانكشن برضه الستيم فلودنج في الاثنين هي يعتبر موجود في مرحله بتاعت البايلوت عمل حتى الان. الحاجه الوحيده في مرحله بتاعت الفول فيلد اللي هو السي اس اس في كل مرحله. طيب البرفورمانس كاكزامبل البرفورمانس سريع اللي هو ده البرودكشن للاف ان اي دبل كور برودكشن دبل ثيرمال برودكشن الله يحسن دي كلير كونتريبيوشن بالنسبه للسيمر دي او ار بالنسبه للحقل ده للاف ان اي اولموست الانتاج يعني في contribution يكون أكثر من 50%. وهنا تم استخدام الوايرلس SPE injection والإنتاج كان بالتالي التعلمة معظمها كان بالتالي. طيب واحدة من الحاجات المهمة جدا بالمقال ما فيش اللي يريد بالنسبة لكي نوعه في EOR projects في السودان إنه لازم نعرف الـ steps best practice بالنسبة لكي نوعه في السودان. فأول حاجة لازم يكون في screen لازم يعني المراحل دي لازم تجي فرض one by one نبدا من السكريننج بعد ذلك يكون في لابوريتري ستدي بعد ذلك يو ار بايلوت ديزايننج في سيموليشن حتى بعد ذلك نمشي للايفاليويشن انتهي النمرات يعني الحاجه ممكن تكون لفيس 1 ايفاليويشن لفيس 1 بعد ذلك ديزايننج لفيس 2 امبلمنتيشن لفيس 2 ايفاليويشن لفيس 2 حتى بعد ذلك نمشي للفول فيلد ستدي بعدين امبلمنتيشن. انا كررت الحاجه دي كثير لان هي دي اصعب حاجه دي اهم حاجه يعني لازم تكون في ستيبس او استراتيجيه ويكون هي سبب من اسباب النجاح والفشل. طيب عملنا كويك ايفالويشن بالنسبه للـ EOR بيزد على الستبس اللي بتعمل يعني هل هي فولو الستبس دي ولا لا؟ فهنلقى باختصار دي هي الستبس الثاني ستبس هنلقى انه معظم الـ EOR تطبق في الحقول السودانيه يعني المشكله الاساسيه فيه انه يعني نوت فولو ستيب يعني في حقول بسيطه جدا مثلا زي اف ان اي اللي عمل سكريننج اللي عمل الاجزاء اللي عمل ديزايننج انفيتيشن وان سو يعني بالنسبه للسي اس اس بالنسبه للفول سنتر مثلا
بعمل السكرينينج لكن ما العمل الالجوريزم ستادي انستول. فباختصار انه في حقول ما العمل لها في اي او ار ميثودز تطبقت في السودان ما العمل لها سكرينينج ما العمل لها ديتيل سكرينينج ستوريز وكان كانوا فاشل. وفي حقول كثير جدا ما حتى العمل لها الالجوريزم ستادي مباشره ماشي في حتى لو يتعمل ليها بنيت الاستوديو الحقيقي والاستوديو ما خلص الديزاين ما عمله يعني مباشرة حصل جمعي من اللايف ستوديو اللي فيه حوالي 6 أو 7 EOR ليس مطبق في السودان للأسف ما مرض بالمراحل. فبالتالي إنه يعني most of EOR في السودان doesn't follow the best practices in EOR implementation. فبالتالي إنه الإيفالويشن ليها بالنسبة هي نجحت ولا فشلت ما حيكون سعيد عشان تقدر تمشي للمراحل المتطورة سواء كان سكن فيس أو الفيس واحدة من المشاكل معظم هذه هي اللي جت لسياسة الأمم. طيب دي برضو بروبوز اللي ممكن تكون ديتيل ستيبس ممكن تتبعها في حالة الـ EOR بيست براكتس إنه مثلا سكرينينج لابوريتوري ستدي زي لأنه يعني مثلا ممكن حتى في الفيس 1 ممكن يبدا بالهضم يعني ما يمكن يبدا بالغالب موجود بالبتر هي البايلوت هو عنده عده مراحل عنده اكزامبل لواحد من واحده من الحاجات المشهوره والحاجات دي انه يبدا بالهضم بس الهضم بس يكون ده في فيس 1 يكون فيه فيس 2 حتى بعد ذلك نمشي للمرحله بتاعت الفلودنج. فهي دي باختصار حنلقى انه از جنرال دي حوالي ديتيلز 16 ستيبس في حوالي 8 ستيبس في السودان ما قاعد تتعامل ما قاعد تفوز للأسف. عشان كده هو يعني واحدة من التشالنج 8 ستيبس هي للأسف هي دايركتلي ريليتد للريسيرش اون فولور يعني اللي هي الحتة بتاعت يكون في ديك ريسيرش زي ما قلنا في الأول حسب الستاندرد على اس بي انه الـ EOR هي لونج تير هي بتاخد زمن كتير جدا بس يكون في a lot of time في الحتة بتاعت الريسيرش والسيموليشن. طيب كليست اوف تشالنج وسوليوشن بالنسبه لل اي او ار بالنسبه للسودان كجنرال يعني هنلاقي انه الكرنت تشالنج بالنسبه للحقول السودانيه هي بتعاني من اللو ريكفري فاكتور هاي ووتر كاب سام لوت اوف ايدل ويلز ساند برودكشن دي لوت اوف ايدل اويل باي واس اور ريمين اويل مالت ليرز اور كوميونيتي برودكشن لو ريفريشن لو بيرفورمانس بالنسبه للبرزنتبلز في السودان وهاي هي هو وفي صار في البروديوس دي نو بروبلم ك كيك سجشن بالنسبه للسامبلينج انه ممكن تستخدم الناس تهتم بالاي ار اي او ار ميثود هي ممكن تحل خاصه الحته بتاعت اللو ريكفري فاكتورز الووتر كات كان بي كنترول بالكيميكال او الميكانيكال ميثود و الايدل ويلز ممكن الناس تبيل يعني رجع على بعض الناس خاص خصوصا في مشاكل شنو بالنسبه للسان يو سان كنترول على المريض الميثود يتم اعتبار السيرما دي او ار بالنسبه لكل الحقول دي اول باعتبار انه السيرما دي بيس حشد من الكلين اويل فيلد البرودكشن انيشيتيفز مهمه جدا يعني اتعملت كثير جدا في السودان لان خدت اعتبار الراس تحشوف كيف طويله ادفانس برودكشن تكنولوجيز زي الوايت تكنولوجيز consider optimization and horizontal wheels production after high end production and maintenance management to be considered to cover the irrigation, gas injection, or active irrigation. طيب النقطة الأخيرة اللي هي the contribution بالنسبة للـ EOR that is estimated ممكن يكون بالنسبة للـ EOR production في السودان. زي ما وجدت في الريفرنس انه حنعتبر فقط ان السودان فيه 5 بليون بريد رغم ان انا شخصيا عالي انه في اكثر من كده. لو اعتبرنا انه اللي هي هو اللي يمثل 40% بالتالي هي 2 بليون هي 2 بليون ده اللي استدروا هي بالنسبه للباي اويل لو حطينا تارجت فقط ان احنا نطلع 10% معناها نتكلم عن 200 مليون بالمية ممكن تطلع من الاي او ار بالنسبه للهيفي اويل 60% اللي هي بتمثل 60 بليون فال 10% منها بتمثل حوالي 300 مليون ف كاستيميشن للبي او ار ممكن عندنا كونتريبيوشن بتاعت الاسامشن انه التارجت هو فقط 10% اللي 30 سنه حنلقى في السنه ممكن تطلع 6 مليون بالميل بالنسبه للماي 10 مليون بالميل ممكن تطلع من الديلي اويل والكلام ده ممكن الديلي اويل كتوتال من الماي
my oil will give oil in a few hours, in addition to 45,000 بالميل اليوم. ولو قلنا يعني تاج السودان حاليا 270,000 فالإيوار ممكن تبدي زيادة لحوالي 63% اللي هي ممكن الإنتاج الحالي هو 117,000 فقط لو رحنا حطينا في الإيوار الإيوار من الأولويات. طيب مشكلة بس يعني السودان ممكن تتحكم يعني هاوس في يعني الإنتاج من الأويل والرشا والصناعي حسب الاستيميشن. أنا لقيت في برضه في الريفرنس إنه يعني مثلا السودان وهي بتاعه هو 5 بليون بيت دي هي الوقت ده موجود في المواقع دي في اليو اس اي في السي اي اي موتس والويل الفاك بوك موجود فيه الزيادة بتاع كل الدول بالعالم. فمثلا حاليا مثلا الدول اللي عندها انا حاليا حاطط 5 بليون الدول معانا في نفس الاسطوريب هو عندها اقل من الاسطوريب بتاعنا ده ممكن تتكلم حاليا يعني في النهايه يعني بتدينا انديكيتر ان السودان ممكن تتكلم. فدي ده حسب نفس التقييم نفس الحته الكرنت بوزيشن بالنسبه للدول. فمثلا يعني حسب الثيوريتيكال باك جراوند الثيوريتيكال انه السودان هو ممكن يعني لو خدتنا بالاعتبار ان احنا فقط حيث الانوال اوف تيك ممكن نطلع 1% حسب البراكتس انه ممكن تقدر تنتج تكنيكال 1-5% هي تكنيكال وابليكابل يعني اوريدي مطبقه في الحاله دي اوريدي هي اكيد في دول كثيره جدا. فممكن انت 1-5% يعني والاوف تيك من الاوليد بتاعنا. فلو نتكلم عن 5% معناها انت في السنه ممكن اطلع 250 مليون معناها في الانتاج اليومي ممكن يصل ل 684,000 رقم كبير انا يعني عارفه والناس ممكن يعني تتعلق على حته دي لكن هي دي في النهايه هي ممكن 1% ممكن ننتج 136,000 رقم طارق بتاعنا كان في افريج 2.5% ممكن ننتج 342,000 الكلام ده كان بيها كيف حديكم امثله مثلا هنتكلم عن اليونايتد كينجدوم. اليونايتد كينجدوم عندها 2.5 بليون فقط طيب لكن بتنتج 1 مليون لانها هي بتستخدم كل الاي واي ايوانيزم والماس كيس وما بين عندنا تتنفس. مثال ثاني حنلقى مثلا الاتحاد الاوروبي سوري هنلقى انه مثال ثاني في الهند الهند هي عندها 4 بليون دل 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 وهي بداعة لكن الهند بتنتج الآن 700,000 برميل من نفس الأسطوريب معناها هي قدرت تنتج أكثر من 5% الحاجة دي هي كان بيها كيف إكزامبل أنظر إكزامبل إندونيسيا إندونيسيا دي يعني حقولة هي قريبة لحقولنا هي عندها 3 بليون فقط لكن بدأت تنتج 772,000 برميل في اليوم. أنظر إكزامبل ماليزيا اللي هي الناس عندنا موجودة في السودان تنتج 3.6 عندها فقط 3.6 بليون لكن لأنها مهتمة بالآي أو آر والإي أو آر ريسيرش وأن سو أون ماليزيا الآن إنتاج 647,000 برميل في اليوم. أنظر إكزامبل مثلا فيتنام 4.4 بليون أقل من السودان والإنتاج بتاعها 242,000 أن سو أون. فالحاجة دي هي كان بيها كيف الحاجة دي كان بيها كيف أتليست الناس لو ما يعني الآن إحنا يعني للأسف الإنتاج هو أقل حتى من 1 يكون فقط 0.5% فلأنه ما يعني الموضوع ده هو دائما موجود كبير جدا out of activity should be done at the same time كلها في نفس الوقت مش بنعرف زي ما بقول المعلومات دي. طيب كسمري هي الـ EOR بمرجي هي موجودة عشان يعني هو الديوزر بروجكت تكنيكال ريسك في ريسك موجود فالتكنولوجي موجودة عشان تقلل من الريسك ده. الاي ار هي ممكن تعمل سيجنيفيكال كونتريبيوشن للويل اويل سبلاي يعني مش اكيد الاي ار لازم بس عشان هي لونج تيرم بزنس ما يعني الناس ما تتوقع ان الانتاج تصل طوال المدة في اسرع وقت هي لونج تيرم. واحدة من الحاجات اللي بتساعد في الاي ار يكون في كوبريشن الانترناشنال اوبريتنج كومبانيز والناشنال اويل كومبانيز لازم يكون في تفاهم بيناتهم عشان كان يكون في ميتو بينيتس سواء كان لونج تيرم او شورت تيرم. ككونكلوجن الاي او ار ميثود ماست بي ستورد كيرفولي انه عشان لازم يكون في دراسات عشان يكون في بروبر سيلكشن ويكون في بروبر امبلمنتيشن
implementation of EOR also here is most large, as nano, يعني هي EOR هي طالبة الويب، فأنت لو ما استخدمت EOR الويب بيستيل بيكون موجود، ما حد قصدي يتصل بيها. هي is most to maximize the production and story approach to this one. الثيرمال EOR نشط هي most used EOR نشط around the world وهي طالبة في السودان، لأن أنا أعرف في الأويس. Most of the most of Sudanese oil field هي هي في EOR. وهي يمكن تمثل حوالي 60% من الحقول. بالتالي التارجت بتاع الاي او ار ممكن يوصل ل 90% من الاويب بالنسبه للدي في الاويب ريزيرف و 45% بالنسبه للمايك. مواصل دي البروجكت في السودان هي البيست براكتس بالنسبه للدي او ار الليمتيشن سكيلز. وبالتالي الايفاليويشن بالنسبه للسكسس فور كم راح يكون سهل. حنحتاج حتى الحاله الحاليه يصير سيستماتيك هي فيري سكسسفول almost يعني وصلت level production خاصة في SME و farm. طيب كشريط summary بالنسبة للrecommendation إنه عشان أنت تقدر تتحصل على highest advantage من الـ EOR هي recommending to يحصل localization بالنسبة للـ EOR equipment, EOR materials والسبارتنج. لازم يكون فيها localization. هنا في الحالة دي as much as possible عشان يحصل reduction بالنسبة للـ expenses. وبالتالي تقدر حصل على أكبر جين ممكن يحصل من الإيوار. الإيوار was to be studied carefully and implemented by the optimal way. لازم تطبق the optimal way ولازم تتنفس في the right time بالحوة أرمتها. الإيوار could improve Sudan daily production and the oil rate ممكن يصل يجيب بالنسبة للإنجنية. Finally, Sudan is a big oil fine field from sale who still there is potential to increase the current production at least Thank you, Mr. Hisham. Now we are starting the question session. المقارنة بالأثر في EOR مثلا. شكرا لك شمس عبد الله الجبار. لو في سؤال في الفيسبوك ممكن برضه تقراه لي البوست او الفيديو او موقع الفيسبوك. معتز عبد الدين سؤال عن الفايت في مبريل بيزن عن أكتوال عادية الصوديس أكيد how much oil being reduced up to now. طيب حسب معلوماتي أنه ثم إنتاجه حتى الآن ممكن يصل قبل حوالي 20% فقط، يعني 20% من الفايت بيزن يعني تم إنتاج 1 بليون. ستيل في 4 بليون بريل موجودة as oil. في سيرمال داتا ستوديز ما اعتقد ان في سيرمال داتا او ما متاكد من المعلومه بصراحه ما مرض علي في سيرمال داتا. طيب نجي نرجع لعبد الله عبد الجبار. يس اكيد يا باشمهندس عبد الله. البدايه بالنسبه للانتيشن اوف يور ورش هي مهمه جدا. هي أهم حاجة إنه EOR لازم تتخطر من بدري، تتخطر من الإعتبار، لازم تتخطر من الأولويات كيف تتخطر السيرس أوف يعني
يعني في اكزامبل يعني لو ناس بتقرا البيبر هتجي منه يعني يعني مثلا مثلا انا في البرازيل هتجي منه الاي او ار اول يوم او قبل ما تخش الحقل تخش الامكان يعني لما وصل مرحله الديفلوبمنت معروف انه الحقل اللي هو داير اي او ار ولا ما داير اي او ار اون فيرست داي ومعروف انه الاي او ار دي مفضل تنفذ اثنين عقلتين فللاسف دي واحده من الحاجات نادر جدا ممكن ما تكون اتعملت او نادر جدا ممكن تتعمل في الفرش الثانيه فنتمنى ان تتخطى بالاعتبار انه لازم نعرف انه ايش الفروم دي وين انه الحقل اللي هو داير ولا ما داير ولو داير مفترض تتعمل اثنين وين طيب محمد الجهاني سؤال for the presentation can we consider the EOR projects professional style EOR project الهيدروليك فراكشرينج يعتبر اي او ار ميثود هو يعتبر انه في فيو ستيميليشن فيعتبر اي او ار ميثود الاي او ار هي اكبر من الاي او ار تشمل حتى الموشن باي كراكنج هي ستيميليشن فتعتبر اي او ار وات ار ذا اكزامبل عمر احمد نور وات ار ذا اكزامبل اوف اول ذيس فايلز نمبرينج ريليتد تو ستار طيب زي ما ذكرت طيب انا ممكن الهوست انا اعمل شيء ممكن طيب عمر نور وات ار ذا ريزلت اوف كومون ذيس فايلز وي ار ميكينج ان ذيس بلان طيب النتائج يعني في بعضها هو نجح يعني مثلا حتى في مثلا المالتي فانكشن كان يو ار ذا سي اس اس ان دي في بعض هي يعتبر نجح لكن هو التحدي انا الحاجه بذكر انه يعني هو نجح لشنو مثلا زي خاصه مثلا في ديزاين والمالتي فانكشن هي الحته دي هي ما واضحه لانه ما في ديتيل ستدي اتعملت في يعني ما اتعملت سيشن بجروب هي من اللاب مباشره بدات تكتب البرزنتيشن في بعض الاراء نجح في بعض ما نجح زي ما قلت لك لانه في نقص في الحته بتاعت السكريني والحته بتاعت السيموليشن والستوديز فبالتالي حتى اسباب النجاح اسباب الفشل صراحه ما واضحه فقط مثلا معروف مثلا في ريلي في كولا سنتر وفي بامبو هي الـ EV oil اللي عمل لها laboratory study بالتالي هي في laboratory أثبت إنه السيرمان هي أفضل حاجة وبالتالي هي نجحت بالتالي إحنا عارفين إنه في هاي viscosity في skin injection هي نجاح لأنه حصل ريشن في الجسم فمعظم المشاكل مثلا في السودان هنجد في الكيميكال في الكيميكال وفي gas injection يعني مثلا في gas injection في الجيك حتى الآن ما مؤكد إنه هل هو visible ولا invisible لأنه ما تعملت الـ detail studies والـ laboratories فدي واحدة من دي المشاكل للأسف، أنا زي ما قلت لك التقييم هو ما سهل. Alifies by solvent yes أكيد ممكن، لكن it needs to be studied، محتاج الناس تعمل له screening، technical commercial، laboratory study، وديزاين وكيف تقييم زيرو أو ممكن يبقى. راشد unconventional، أوكي.
الانكونفشنال هي في حد ذاتها هي الكلمه الجميله. راشد محمد مرحبا فيك. الكلمه is a reservoir of unconventional. طيب انا ذكرتها في يعني واحده من التحديات as general في الانكونفشنال هي دائما بتكون هي ممكن تحصل لها consumption مثلا للبيئه بتكون كثيره كثيره جدا. وبتكون مثلا هي في حد ذاتها مثلا بتكون عضلات روبيه تحصل مشاكل في الانديكتيفيتي. يعني دي مثلا امثله للانكونفشنال الريزرفوار. ليه كان يشير للسلايد الخاص اوكي ان شاء الله البرزنتيشن تقريبا حينزل في حيكون موجود في الفيسبوك في الصفحه بتاعت اس بي وحيكون موجود في صفحتي وحيكون موجود في برضه في يوتيوب حيكون موجود في اليوتيوب ممكن برضه اسجله ان شاء الله. طيب نمشي للسؤال اللي بعده اس بي محمود زهير. With low oil price, would you recommend investing in solar application, in your application, and what about solar? طيب, the low oil price here, في بعض الكلمات اللي هو مثلاً مثلاً واحد في كلامي أكيد, في بعضها يستفيد من هو ممكن يكون طبق, هو اللي هو طبق زمان في price كله مثل أنا هم ده. لو أنا هنتكلم عن إنه نظرة بتاعي دولة يعني كسودان في النهاية أكيد حيكون حاجة كتير منازلة، لكن أنا بقول الكلام ده كله في النهاية لازم يتعمل سيرش، لازم كل الستبس اللي بتتعمل لازم يكون في سكرينينج أو ريفرنس أو ديزاين من خلالها. في الستبس دي بتقدر تجاوب السؤال ده هل سعر هو كونفشنال ولا لا. الصبر هو أكيد جدا ممكن مناسب جدا بالنسبة لنا في السودان بيكون هو الصبر ممكن يكون سورس لإنرجي ممكن يكون سورس لستيم كبيتابول. أنا في محاولات لكن ما ناقص حتى. عمر محمد نور وموسم الكويت في زي كويت. مثلاً أشهر الحقول أصبحنا للناحية بتاع تي في أوي هي في اسمه بلوري أوي في إنجليز وعندنا في اللي أخوي أوي في تشاينا. في اللايف أوي في السودان في زي كاتشين في تشاينا في مثلاً أقول الاستعمال تقريبا في إندونيسيا برضو في ماليزيا برضو لايف أويل ممكن تكون قريبة جدا. السيميلر أويل فيلد وات وي كان بي فروم وات لو قصدك من السيميلاريتي إنه إحنا ممكن نستفيد من يعني شيرينج للنوليدج وشيرينج للإكسبيرينس وليس الليرن منهم اللي هم جاي ولا مش نفسيت لما نجلس في EOR السودان. طيب محمد السنتي of EOR operation cost in many cases is the operation in general incidence of 0.5. طيب في بعض الدراسات بتقول انه ال EOR يعني as general ممكن يعني حوالي في cost per day يعني اقصى حاجه ممكن تصل ل 10 دولارات بالبر ميل اقصى حاجه. في بعض مثلا زي السيرمان اقل يعني العمل الدراسه اللي بتقول لك انه السيرمان ده بيتكلف اقل من 1 دولار في اما بغض النظر عن سعره كم يعني انا من الحاجات اللي كنت بتكلم عنها كثير يعني وكلمت عنها في بعض الكوليج عشان المعلومه دي انه الاي او ار يا جماعه هي تارجت سبري بوست دي موجود قاعد يعني 4 بليون موجوده هي ما تطلع على اسم العمل الناس ما تتخوف من البوست نهاية الحاجة دي يعني ما تطلع إلا يعني تفكر إن هي تقلل الكوست كيف تعمل الكوست إن تقلل الكوست زي ما أنا اتكلمت قبل كده إنه عشان واحدة من الحاجات اللي ممكن تساعد في تقليل الكوست اللي هي اللوكاليزيشن إنه استخدم يعني حاول صنع البويلز في السودان ما استخدم الماتيريال مثلا زي في بعض الدراسات كان ممكن نعمل سيرفات من جاتروبا على موجود في السودان مزروعة في السودان الغوريلا من الجوارجم فيستخدم اللوكلايز اللي هو يعني التفكير في يكون في يعني نحن نقلل الكوست في نحن نتخوف عشان الكوست نحن ما نعملها لانه نحن ما عملناها معناها الاويل ده حيكون موجود هي دي ما هي الحته دي تتصل يعني ما تصل حتى للطورينج يعني في النهايه اللي هو في وصف لازم يعني حل لو ما عملتها في النهايه السويد ده حيكون موجود وما حتتصل وحيبقى فقط هيباصوا ويجي من الويل. What is average reservoir depth in Sudan considering deep water? We are
السودان فيه ديفرنت يبدا من 500 ميجا الى 5000 ميجا ما في اذر بالنسبه للسودان واضح. طيب السؤال اللي بعده معاذ عبد الله. This question has been recently answered by you. This question has been answered. We used WARGAM as EOR to place or EOR. Ahmed. WARGAM here في دراسة اتعملت من سنتين فيها laboratory study, فيها screening, فيها implementation review. يعني شو بتاع يصير في الغلومة اتعملت من استخدام WARGAM as polymer. EOR technique, not as IOR. هو از بوليمر والبوليمر هو كاي او ار تي وهي في النهايه الاي او ار هي فرق من الاي او ار. ثاني في سؤال اتمنى ان انا اكون جاوبت عليكم. طيب اكيد 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 عبد الله عبد الجبار في واحده من النقاط المهمه جدا اللي هي واحده من يعني اسباب النجاح اللي هي السليكشن. السليكشن ده هو ده الدراسه يعني بأكد عليها يعني لازم يكون ناس تخش دي الدراسه يعني هلاحظ عالميا في معظم دول العالم الناس تكون في ماليزيا في الصين تلاقيه انه الحقول دي المعلومات توزع على كل الريسيرش سنترز وعلى الجامعات انه تدرس يكون في دي ستوري في ميني بيبرز ببلش في الحاجة دي عشان تكون ناس واضحة ومتأكدة انه السليكشن ده كان صحيح بالنسبة للميثود دي وبالنسبة للحقل الأدوية دي أخطر حاجة. ودي واحدة من التحديات فعلا في السودان ودي تبي واحدة من التحديات في السودان اللي هي الريسيرش اند ديفلوبمنت اتسلف يعني ما في ليها يعني للأسف ممكن أقول ما في اهتمام بالنسبة للريسيرش اند ديفلوبمنت. الموضوع ده هو محتاج مجهود كبير. أتمنى إن الشباب بالذات المخرجين الحتة دي في الاعتبار انه ممكن تشتغل بتاع السيرش بالمرض تساعد كثير في زيادة الانتاج. ايوه الارتنيشن ليكس هي ما هي او ار هي اي او ار هي ضمن الارتنيشن ليكس تستخدم في البرايمري كفرنج في اول سلايد هي ما هي او ار ولا تعتبر من انواع الكفرنج اللي كان اسمه فوليا فهي فقط هي تكنيك كل انواع الارتفيشال ليفت اللي بتستخدم انه عشان نطلع الفويل ده من الويل كل الريكفري ميكانيزم كان برايمري او برايمري او سكند او اي او المين فانكشن بتاعتي ان احنا نقدر نطلع الفويل من الرضاعه نوصل للبير نوصل للبير من البير الى من البير من الويل بور لحد الويل لحد الويل هيد هي كون يطلع ناشرال برو او يطلع الارتفيشال ليفت مكان اس بي او بي بي يو دي دي اظهر ما عندي علاقة بالريكفري ميكانيزم. أي سؤال في المسيرة في فيسبوك أو غيره؟ أتمنى إن أنا أكون جاوبت على Thank you very much, Mr. Pisham, for this informative and useful presentation. And we appreciate your contribution and sharing this global statistics and knowledge for of applying EOR as well as EOR projects in Sudan. And also, we don't forget our audience for your questions and comments on presentation. Thank you very much for your watching, and we hope we will see you next Wednesday in another webinar at the same time on 4 p.m. Thank you very much. Bye.